وإلى الكرملين الذي يقول إن عقوبات الغرب على موسكو ستؤثر على المصالح الروسية، هذا في الاتفاق النووي الإيراني، وعلى أمريكا ضمان مراعاة المصالح أيضا الوطنية لروسيا بشكل كامل. من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن التوافق على إحياء الاتفاق النووي الإيراني صار في المرحلة النهائية، معتبرا أن اتهامات الولايات المتحدة لروسيا بعرقلة الاتفاق النووي غير صحيحة. وأشار لافروف إلى أن روسيا تلقت تأكيدات مكتوبة من واشنطن بأن العقوبات لن تعرقل تنفيذ الاتفاق النووي. بدوره أعرب عبد اللهيان عن أمله في أن تدعم روسيا اتفاقا نوويا مستقرا وقويا. أعلن 49 من أصل 50 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي أنهم لن يؤيدوا الاتفاق النووي الجديد بين إيران والقوى العالمية، مما يؤكد معارضة الحزب الجمهوري لمحاولات إحياء اتفاق 2015 وسط مخاوف من احتمال انهيار المحادثات.